this. كبيرة جدا من الناس بتعاني من مشكلة حرقة المعدة ولكنها بتختلف من شخص لآخر يمكن بنسبة الانزعاج من حرقة المعدة اليوم نتحدث عن حرقة المعدة كيف نتعامل معها من الناحية الطبية وشو هي الأسباب اللي بتؤدي إلى حرقة المعدة وأيضا من ناحية التغذية لأنه بنعرف أنه الغذاء في له دور كتير كبير بالتخفيف من مشكلة حرقة المعدة نتحدث أكثر بهذا الموضوع بداية مع أخصائية التغذية رزان السويحات أهلا وسهلا ميز. فيك رزان أيضا اليوم رح يرافقنا الدكتور محمد رشيد استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير اهلا وسهلا فيكم شرفتونا دائما يعني دكتور محمد بحب ابلش معك من الناحيه الطبيه يعني كيف الواحد بيعرف انه هو في عنده حرقه معده؟ هلا لازم نركز على كثير اشياء اول شغله منها انه وين المعده يعني الناس دائما بتلخبط انا وين معدتي المعده بالجزء العلوي من البطن لانه في ناس كثير بتيجي بتحكي لنا والله انا بطني تحت بوجعني هاي معدتي هاي مش المعده المعده عاده تحت القفص الصدري جاي تقريبا محل ما حاط ايدي هون بالمنطقه العلويه من البطن طبعا الاعراض تختلف شو شو الناس بتعرف الحرقه بالمعده فيها لها تعريفات كثيرة حسب الناس أكثر شيء العرض اللي بيجي فيه المريض بيحكي لي أنا عندي حموضة زائدة بحس زي أكني شارب عصير ليمون أو زي أكني ماكل شطة أو فلفل بأدائي بالمنطقة بمنطقة حارة المعدة طبعا الأعراض تختلف كمان في ناس بيجي بيحكي لي والله أنا عندي وجع أو آلام أو حتى بعد الأكل مش مرتاح معدتي مش مرتاحة أو منفوخة أو بحس آه تقول زي كني اكلت خروف بالمنطقه هاي أكثر عرض لحرقة المعدة عادة الحموضة الزائدة اللي بنحسها، بتحس معدتي نار، زي كأنك حاطط إشي كتير سخون على معدتي بالمنطقة هاي، طبعا الأعراض تختلف وبتتشابك، يعني مش ضروري دائما بكون المشكلة بالمعدة، ممكن من أعضاء ثانية، نعم. بس هي أكثر إشي مريض لحرقة المعدة أو الحموضة الزائدة اللي هي الحموضة أو الإحساس بالسخونة بالمنطقة العلوية من البطن نعم. بالمنطقة هاي نعم، وبتضلها بهاي المنطقة، يعني يمكن برضه في ناس بيكون في عندهم لبس إنه برضه لما يرجع الاكل ويصير م. في حرقه هل هذا ايضا ينطبق على حرقه المعده ولا هو بس بمكان المعده فهي هي الحاله هلا بدنا نفرق بين شغلتين الشغله م. اللي هي حرق بالمعده او الدسبسيا او الحموضه بين الارتداد المريئي اللي هو آه. جزء من من الحموضه او عصارات المعده تطلع لفوق للمريء للتم فناس بيجي بيحكي لك والله انا عندي الحموضه هي موجوده وبتطلع على صدري فوق وحتى بحسها بتمي صار الموضوع آه مختلف صار موضوع مختلف م. بس الاثنين ممكن يكونوا مع بعض يعني ممكن الواحد يكون رح. عنده حموضه بالمعده وبنفس الوقت ارتداد مريئي ممكن الشخص يكون م. بحس بس بارتداد مريئي بس شويه حموضه او سخونه بالصدر نعم. وما في مشاكل بالمعده وممكن بس يكون الحموضه موجوده بالمعده ممكن هاي الحموضه ترجع لورا الظهر او على الجهه اليمين او على الشمال م. مش ضروري دائما تضل بنفس المحل ولكن معظمها بالمنطقه اللي انا شورت عليها نعم. طيب يعني احنا دائما بنسمع الاشخاص لما يقولوا مثلا انه انا اكلت هذا الاكل فصار في عندي حموضه ودائما او حرقه عفوا ودائما بصير في اختلاف بالاراء كل هيك ما تاكل هيك كل لبن كل توم كل قرفه كل غيره فاكيد الغذاء في له دور كتير مهم بموضوع حرقه المعده رزان يعني قبل ما نحكي عن ايش الاكل اللي بيزيد وايش الاكل اللي بيخفف من حرقه المعده نحكي عن نمط الحياه قديش نمط الحياه من ناحيه التغذيه بياثر للوصول الى مشكله حرقه المعده طبعا وشوف هي ميزة بتبدا اصلا من نمط الحياه دايما بنحكي بدل ما نروح بس لاكل واحد معين عم بيزيد او عم بيخفف دايما طريقه حياتنا هي اللي عم بتخلي هاي حرقه المعده تتكرر اكتر يعني واحده من الاشياء مثلا السمنه اشي كثير طبيعي لما مم. انا يكون عندي وزن زائد يعني رح يكون في عندي ضغط كثير كبير على مم. هذا الجزء من البطن وخاصه اذا كان في كرش كثير كبير، فهون عم بسبب ضغط عم بسبب ارتداد للعصاره المعديه وهون بتبدا تزيد المشاكل اكثر، فعشان هيك دائما بنقول الوزن الصحي كثير بيأثر علينا بدايه. نعم. هلا غير الوزن مرات ممكن حدا يكون نحيف وبرضه مم. عنده نفس المشاكل مم. اللي هي طريقه الاكل تبعتنا، يعني مم. النمط الغذائي، فمثلا انه نحن عم ناكل وجبات كثير كبيره او عم ناكل وجبه واحدة باليوم وعم بتكون هي الوجبه الرئيسيه، مم. فلا طاقه المعده ولا حجم المعده ولا العصاره اللي موجوده فيها رح تكون كافيه, كافية. ورح تسبب ضغط اكتر كمان على المعده مم. وبتبدا التفاعلات تزيد اكتر فعشان هيك دائما بنقول حتى لو انت بدك تاكل وجبه واحدة باليوم ضروري نحاول انه نوزعها شوي، يعني مم. نخلي في لقمه صغيره بالفطور، لقمه بالغداء حتى لو كانت وجبتك الرئيسيه بالمساء. هلا الاشي الثاني كمان طريقه قعدتنا، كثير مرات انه نحن بنقعد مثلا على السفره من كون يا اما الطاوله كتير واطيه ومطمنين كثير فهذا برضه بدايه لانه احنا عم نشتغل عكس الجاذبيه عم نصير او مرات كثير العكس انه نحن بناكل وعلى طول بنستلقي فهون برضه عم بيأتي. نعطي خاصه اذا كان في عندنا مشكله الارتداد المريئي اللي هو الحجاب الحاجز او العضله هاي اللي عم تفتح وبتسكر لتدخل الاكل صار فيها ارتخاء او صار في فتق مثلا هدول اذا عم نحكي عن كومبليكيشنز اكثر او مضاعفات, مضاعفات اللي هي بتزيد اكثر لما الشخص بيستلقي او بيرجع لورا فدايما انه نكون قاعدين ومرتاحين بتساعد كثير اكثر شرب السوائل كثير مع الوجبه للاشخاص اللي عم تتكرر عندهم الارتداد المريئي مش من الاشياء اللي نحن من يعني, يعني. دائما بنقول نخفف كثير من شرب السوائل مع الاكل فدائما يحاول الشخص يروح لوجبات صغيره وموزعه بالنهار ما يتناول سوائل مشروبات غازيه خاصه مع الوجبه بتزيد اكثر من الارتداد للسوائل الهضميه اللي موجوده هاي وحده من الاشياء الضروريه اللي نحن لازم نبدا ننتبه لحتى الرياضه مرات كثير انه اذا بناكل عطول بنلعب رياضه بنحس برضه بحرقه اكثر لانه الطاقه أوكي. تبعتنا راح تروح ما راح تعرف المعده تهضم بطريقه مرتبه فلما كنا نقول مم. تعشى وتمشى هلا لا نحن بنقول تعشى ارتاح وبعدين بعدين تمشى افضل طبعا. طيب دكتور غير الغذاء هل في هناك اي اسباب اخرى ممكن تؤدي لحرقه المعده؟ اه طبعا اكيد في في اسباب لها علاقه بالمعده نفسها وفي لها علاقه بالجسم جسم الانسان مم. طبعا الاسباب اللي موجوده بالمعده نفسها ممكن يكون البكتيريا الحلزونيه اللي احنا دائما بنسمع عنها موجوده م. هاي بتعمل التهابات في المعده بتعمل تقرحات في المعده بتعمل التهابات في الاثنى عشر هاي كتير مهمه وكتير شائعه كومن <applause> بالاردن نعم. وكل محل وفي طرق فحص سهله جدا لها غير الالتهاب البكتيري الادويه يعني خصوصا الناس اللي بتاخذ مسكنات الالم اللي هو البروفين والديكلوجيزك تلاقي نعم. باخذ ثلاث اربع انواع ادويه بنفس الوقت م. هذا بيؤدي الى الى التهاب في المعده طبعا المعده عشان تقوم بوظيفتها في وظيفتين مهمة الوظيفة الأولى إشي يحمل المعدة وهذا الإشي جدا مهم يكون موجود والحموضة لا, لا لا طبعا لهضم الطعام إذا اختل هالتوازن بين الشغلتين هدول بيصير الأعراض عندنا يعني إذا الواحد عنده ستريس سواء فيسيولوجيكال أو مثلا سايكولوجيكال رح يصير عنده زيادة حرقة بالمعدة أو ألم في المعدة إذا الواحد مثلا بيشرب كحول كتير أو مشروبات غازية زي ما نفس الإشي بكون م. بكون في عنده مشاكل أكثر أخذ مسكنات ألم أكثر طبعا الامراض الثانيه مثل امراض السكري امراض الروماتيزم اللي هي بتاثر على وظيفه المعده كعضو انه ما بتفضل الأكل فبتلاقي الواحد اكل بحكي لك انا زي كني اكل خروف او اكل وجبه كبير مع اني اكلت شيء صغير هذا برضه بياثر على حموضه المعده لانه السوائل والاكل بضلوا موجوده بالمعده بشكل نعم. كثير طويل او بفتره زمنيه طويله بتأدي للاعراض هذه تمام هلا بالإضافة بالاضافه للادويه اللي بياخذها الشخص المصاب بحرقه المعده خصوصا اذا كانت مزعجه الى حد كبير ايضا في هناك نصائح كثير مهمه بما يتعلق بالاغذيه رزان م -م. شو هي الاغذيه اللي بتزيد من حرقه المعده وشو هي الاغذيه اللي بتخفف وهل بالفعل انه الاغذيه في لها دور كثير كبير بتفادي مشكله حرقه المعده اوكي هلا علميا لنقول انه فعلا في اغذيه نحن بنقدر نحطها م -م. بقائمه ونقول انه هدول الاغذيه عم بيسببوا حرقه المعده لا هي عم تيجي من تشارب اكثر شخصيه م -م. شخصيه يعني كل واحد بجرب ايش الاشياء اللي اكثر عم بتضايقه خاصه اذا نحن بنحكي عن الاغذيه اللي بتزيد اكثر من الافراز الحالي. حامضي بالمعده نعم. فمثلا الاغذيه المقليه كثير، الاغذيه اللي فيها كميه سكريات كثير، هدول من اكثر الاغذيه اللي بتزيد اكثر من حرقه المعده، القهوه اللي نحن عم نحكي عن منبهات كمان فيها الكافيين اللي بيزيد اكثر من حموضه المعده، في بعض الاشخاص كثير بيربطوا إن الاشياء الحامضه كمان رح تزيد اكثر من حموضه المعده زي البردآن، زي الحمضيات، هدول الاشياء اكثر كمان بيزيدوا التدخين من الاشياء اللي كثير مرتبطه بحموضه المعده، نعم. نحن دائماً نقول للشخص إن إذا إنت عم تتكرر عندك الحموضة لازم تبدأ تراقب أكتر شو الأغذية اللي عم بتأثر عليك من هدول الأغذية اللي سميتها الشوكليت الإشياء المقلية، السكريات، الحلويات، هدول أو بعض الأشخاص مثلاً البحرق بزيد لهم أكتر الشعور بالحرقة أم البهارات اللي كتير قويه كل هاي الاشياء حسب من شخص لاخر بتتفاوت فعشان هيك دائما بنقول انه انت ركز ونحن بالنهايه كمان بنقول هدول الاغذيه اصلا من ناحيه صحيه نحن بنقول نخففها طبعا نخفف كثير الاشياء المقليه اللي فيها سكريات لانه على المدى البعيد كمان أه بتزيد اكثر من الحرقه فاي اكل عم بزيد من الافراز العصاره الهضميه مهم. رح يزيد اكثر من الموضوع ويزيد الحرقه اكثر وتكرارها اكثر كمان مهم. طب في اكل بخف يعني عند حدوث الحرقه، في مثلا اذا الواحد زي ما بيقولوا يمكن بشرب حليب، سمعنا قبل فتره انه لا هذا الاشي غلط، يمكن صح. بياكل لبن، مم. بياكل ثوم غيره، هل في إشياء بتخفف وهي طبعا معممه على الجميع ممكن تكون وبتساعد الكل على التخفيف من الحرقه؟ صح واحد من الاعتقادات الخاطئه كانت زمان مايس انه يقولوا اذا عندك حرقه اشرب حليب اكثر حليب. لانه آه. بيغلف المعده مم. وبيخفف من الحرقه وهذا اعتقاد خاطئ تماما تماما، بالعكس في بعض الاشخاص كميه الكالسيوم الزياده عم بتزيد لهم الحرقه. أكثر هلا دائما بنروح للأشياء النيوترال الأشياء الطبيعية أو يعني اللي التفاعل تبعها طبيعي أو اللي بتكون قاعديه أكثر لحتى تخفف شوي من زي آه حرقة شوية. المعدة يعني مثلا بنروح للخبز الرز مم. الـ الـ الأشياء البولد اللي ما فيها أي مشاكل الخضار الورقية الخضراء مم. مثلا البروكلي كمان الزهرة آه من الأشياء اللي ممكن أنها تخفف شوي من آه حرقة المعدة هدول الأشياء ممكن نحن نحاول نتناولها أكثر ونبتعد عن المنبهات هات اللي بتزيد اكثر منها اكثر من انه الاشياء اللي بتخفف بس كل ما نعم. رحنا للاشياء الطبيعيه زي ما قلنا من الموز مثلا من الفواكه مم. كمان اللي بتخفف الشمام من الاشياء اللي بتخفف لانه تفاعلها بيكون قاعدي بالجسم مع ان معظم الفواكه بتزيد لانها حامضيه فبيجي الموز وال والشمام من الاشياء اللي بتخفف اكثر نعم. الرز الخبز هدول الاشياء هدول الاشياء طيب دكتور قديش انت يعني في عندك ايمان بانه الاكل في له دور كثير كبير بالتخفيف من حرقه المعده يعني اذا كان في هناك مرافقه ايضا يمكن في ناس بحتاجوا انهم يوصلوا لمرحله ادويه لحتى تخفف من حرقه المعده عندهم فقديش مهم الغذاء انه احنا ننتبه عليه لحتى ما نزيد من الحرقه هو الأهم إشي يعني زي ما حكيت رزان إنه it's lifestyle modification يعني م. هي مش كمان it's quantity and quality يعني الشغلتين مع بعض يعني طريقة الأكل طريقة التناول المشروبات الغازية المي كيف أنا بأكل البوستر تبعي بس أقعد وكيف بأكل باخذ وقتي إلي دور طبعا اكيد الاكل في انه انه يخفف حرقة المعده ويزيدها بس زي ما تفضلت رزان ما في شيء معين يعني انا دائما بيسالوني المرضى انه والله شو 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 تو شو, شو ما اكل شو شو اكل قلت له انت احكي لي شو انت تاكل شو شو اللي بضايقك ما تاكله اللي ما بضايقك فبعد ال مع الوقت المريض بيعرف نفسه هو بصير والله انا اذا اكلت مثلا بصل مثلا او اكلت بندور انا اول افويد قلت له خلص انت م. ابعد عنها م. فما في والله شيء معين لحرقه المعده بنحكي انه والله لا كل هذا او ما هذا ولكن لكن له دور اكيد والمرضى اكثر ناس بيعرفوا بس ما في شيء علمي مثبت انه والله لا هذا الإشي اه وهذا الإشي لا كثير مهم بس انا بركز اللايف ستايل كثير كثير مهم لانه انا عندي مريض عمره 20 سنه بدي اعطيه حبه لطول عمره كل يوم ليصير عمره 80 سنه هذا كثير يعني كثير كثير بيردن عبء على المريض انه لو انا بقدر بس يخفف وزنه يغير طريقه نمط حياته اللايف ستايل كثير احسن له انه ياخذ حبه مع انه معظم حبوب حرقه المعده هلا وقدمت المعده امنه ما بتعمل مشاكل مرحب. بتضل حبه باليوم يعني احنا الواحد بأخذ مضاد حيوي لسبع 10 ايام بتلاقي نص الايام اخذ ونص الايام ما اخذش تخيلي اني انا بدي اعطي واحد مريض لا مشكله زي هيك حبه لطول عمره أه بيل بيردن بنسميها يعني نعم. كتير كثير مهم انه الاكل نركز عليه اللايف ستايل تغيير تغيير الوزن هذا كتير مهم نعم. زائد الادويه احنا في إشي بنسميه ستيب اب ابروتش يعني بنبلش من اخف إشي بنطلع لاعلى شيء يعني مثلا ما زبط والله بحكي لك خذ انت اسد يعني ادويه ضد الحموضه مثل مم. الجافسكون المالوكس الحكي هذا مم. ما زبط بعطي ادويه لمده اسبوعين ثلاثه مم. ما زبط بعطي ادويه لمده شهر فشوي شوي بزيد بالسلم تبعي مستدري. بالنسبه للادويه ل... 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 بس في نقطه كثير مهمه بس مم. ما بدي انساها انه خصوصا المتقدمين بالعمر دائما بحكي لك اذا انا في عندي حرقه بالمعده تاكد انه ما في شيء في القلب لانه بلا ما ما في حدا يعني حياته بخطر اذا صار عنده شويه حرقه بالمعدة، ولكن اذا كان في اعراض جلطه لا سمح الله، وقال لك انا شويه حرقه، وقعدت يومين ثلاثه وبعدين المريض صابه جلطه كبيره او دخل العنايه المركزه، فكل ما الواحد كبر بالسن يعني فوق ال 55 سنه، اصابته حرقه بالمعدة جديده او مشاكل براس المعده، ضروري ضروري يتاكد انه ما في شيء بالقلب، دكتور باطني او طوارئ انه يعمل تخطيط قلب يفحصه يتاكد انه هذا ما مش شيء له علاقه بالقلب، لا والله فعلا شيء له علاقه بالمعده. نعم، طب ايضا دكتور انا حابه اسالك يعني احنا بنحب دائما نعطي امل للناس لانه فعليا حرقه المعده هي كثير بتقرب حياه العديد من الاشخاص المصابين فيها، هل في هناك امل من العلاج؟ يعني مجرد واحد ما اصيب بحرقه المعده، هل هي بتضلها مستمر معاه طول حياته وبضل عايش على الادويه ولا في امل بالعلاج؟ آه. هلا أه احنا بدنا نميز يعني كل واحد فينا الله يصيبه حرقه بالمعده، يعني ما في حدا ما بيصيبه حرقه بالمعده، ولكن هل هي الحرقه بالمعده باثولوجيكال هي هي مستمره كل يوم <applause> كل مره اكل والله كل اسبوعين ثلاثه طلعت اتغديت اتعشيت بالصيبنة هذا شيء طبيعي هلا في طبعا في علاج غير اللايف ستايل موديفيكيشن في اشياء معينه بنحب احنا نفحصها عند المريض مثل البكتيريا الحلزونيه كثير مرضى بنفحص لهم بكتيريا حلزونيه عن طريق الفحص سواء فحص التنظير او فحص البراز بتطلع موجوده من علاجها بحكي لك انا اختفت الاعراض بطلت عندي اعراض نهائيا فهي من الاشياء السهله وما بدها اي تكلفه تتعالج نعم. الامور الثانيه طبعا الادويه بتلاقي المريض اللي بياخذ له ثلاث اربع حبات مسكنات الم هاي بنحاول نخفف منها او نغير لنوع ثاني بضل جزء من المرضى اللي هو بكون في عنده مشكله ثانيه مثلا اللي هو الستريس او او السكري او امراض المراره او امراض لها علاقة في المعدة هاي برضو بتتعالج طبعا نعمل إحنا صور تلفزيونية وبنعمل تنظير وبنعمل فحوصات 90% من المرضى عادة بتحسنوا على العلاجات وما بيحتاجوا لادوية طول الحياة، ولكن بجوز في 10 ل 20% انت رح تضلك موجود على الدواء هذا مش رح تقدر، نعم. خصوصا اللي زي ما تفضلت رزان اللي عنده فتق بالحجاب الحاجز مم. كبير، عنده مشكلة بالمعدة اللي ما بيقدر يوقف أدوية الروماتيزم، اللي عنده سكري، هدول على الأغلب راح يحتاجوا أدوية لفترات طويلة. نعم. نعم. شكراً للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.